حمودي، كان عندك سالفة من شوي بدك تقولنا إياها، صحيح؟ إيه، شو عندك سالفة قولنا. إحنا كبيرين، هنا نبيع حمراء الشطة، صح وليد؟ شو تنهي اللي بيع شطة؟ المكرونة كفت هذه؟ إيه، فيها شطة؟ إيه، فيها شطة. إيه، إحنا كبيرين عادي نأكل المكرونة بسلوه وما يصير تأكلها. أيوة، يعني شطة، يعني فيها شطة، لأنه بس لازم تشرب الشوربة. صحيح، يعني انه قصدك لولو ما يصير تاكل سبايسي لانه لسه صغيره، صح؟ اي لانه تنحرق. اوكي، بس هلا اهلا حمود، شلون المكرونه حلوه؟ ايه حلوه. اه وليد، حلوه المكرونه؟ صحه وعافيه يا شباب. لا هذه ماما سوت لنا اياها. اوكي، عجبتك؟ ايه. صحيح، ما قلت لي يا اخي التسريحه الحلوه التمشيط هاي منو اللي مشطك اياها؟ عمو امس، اليوم مين اللي مشطك التمشيط الحلو؟ انا. يا سلام يا اخي، انت فنان. أطر. ايه يا وليد، نسيت. ايه يلا قول. مكرونة هذه على طريقتك. على طريقتي انا؟ ايه. تعجبكم يعني؟ كويسة حلوة؟ صحتين. صحتين وعافية. صح. حمودي، اليوم في عندي تحدي حلو جميل، تمام؟ التحدي هذا انا بدي اختبر فيه صبرك. انا اعرفك تحب الحلويات، صح؟ اي تحب. او كم اون، حلويات بشكل كامل. اوكي، فايش رايك يا وليد الحين بدنا نسوي تحدي مع حمودي؟ راح احط قدامك هذول الحلويات، اوكي، وراح اروح انا ووليد وراح اسجل لك بالكاميرا، تمام؟ نشوفك راح تاكل ولا لا. نحن راح نغيب دقيقه واحده. بدكم تقبل مره ولا لا؟ مالك دخل، بدنا نروح باي مكان، ماشي؟ بس ممنوع تاكل اي شيء لبين ما نرجع. هذا اختبار الصبر. حلو، انت عارفك انك تحبه، انت عارفك بالضبط. هو يحب الحلويات، بس نشوف تصبر ولا لا. ايش رايكم نجرب؟ خلينا نجرب. يلا وليد، جاهزين؟ ايه. معاك يمكن دقيقه، يمكن دقيقتين، يمكن ثلاث، نشوف. يمكن اخذ كلها. ممكن نعطيك اياها اذا ايش فزت بالتحدي. اوكي، جاهز يا حمودي؟ يلا وليد، ليتس جو. يلا تعال حمودي، لا تاكل. ها طيب، ماشي شوي وراجعين. رايحين انا وليد شوي وراجعين، ممنوع تاكل. تمام، يلا. حمودي لا تاكل. طيب يلا عادي، راح نشوفك بالكاميرا بعدين. ها لا تاكل. طيب خف ملل، شو بدي اكل؟ جعت. يلا عادي، خلي افوز بالتحدي واكل. ها عندي فكرة، خلينا ندرب شغلة. كيف افكر شغلة واخذ. اوكي تعالي. يلا عادي، ما في مشكلة. بابا، بابا، بابا. هيا حمودي، تعال. ما أكلت ولا شيء. أكيد. إيه. شكلك أكلت. لا. ما أكلت شيء. رجعتها بس خذيتها. شلون يعني حطيتها فمك اكلت؟ لا اكيد لا. راح نعيد التسجيل. ها نشوف التسجيل بعدين، نشوفك بالتسجيل حمودي. وعلى فكره ممنوع ما اكلت.
على فكرة ممنوع تاكل أي شيء تمام؟ ممنوع اي ممنوع تاكل، اذا شفتك بالكاميرا اكلت اوكي ما راح تاكل الاكلات هذول. شو بدي احطها على فمي رجعتها، كان بدي احطها على فمي رجعتها. يعني ما اكلت ولا حبه؟ ايه متاكد؟ شفتوني؟ ما ادري انا ما شفتك، بس انت اكلت ولا ما اكلت؟ ما اكلت. طيب ايش رايكم يا متابعين نشوف التسجيل وبعدين نرجع لكم تمام؟ لا يلا. فعلا يا متابعين احنا رجعنا للفيديو وشفنا انه حمودي ما اكل شيء، طبعا كان يحاول صح؟ كان يحاول كل شوي يشيل شغله بده ياكل، بس فعلا حمودي اثبت لنا انه صبور صحيح؟ انت صبرت وما اكلت شيء ولك احلى جائزة هاي الحلويات كلها لك تمام؟ فبرافو نجح حمودي بالاختبار. حبيبي يا حمودي، بس ممكن ناكل شيء ولا لا؟ حبينا؟ اه ممكن؟ ثانك يو. شكرا. شكرا حمودي. كل المتابعين لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير واشتراك وحطوا لنا لايك مش كثير 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 حطوا مليون 1500 لايك. يلا نحبكم، باي.